السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نشوفو النقاط المتداورة في الأعداد العقادية. واضح؟ دونك كيف ما دونك A و B و C و D، هاد النقاط هادو باش نقول بأنهم متداورة يعني خصو يكون كينتميو نفس الدائرة. واضح؟ دونك كنقول بأن A B C D نقط متداورة إذا كانت فوق نفس الدائرة. مفهوم؟ هالشي كنعني احنا بنقاط متداورة. واضح الشباب؟ ما عليناش، دونك خدينا هاد A و B و C، يعني كيف ما كنعرف بأنهم نقاط متداورة ياك. دونك خدينا هاد الزاوية A B A C، واضح؟ أو الزاوية B A C مع الزاوية بي دي سي. مفهوم؟ الزاوية الأولى اللي هي هادي، والزاوية الثانية اللي هي بي آ سي اللي هي هادي. واضح شباب؟ ما عليناش، شنو هما الخصائص ديال هاد الزاويتين؟ كيف ما شفنا هادشي في نيفو كوليج، أن هاد الزاويتين عندهم نفس لارك، يعني كي عندهم نفس هاد لارك، كي المهم كيتجمعوا فيه بجوج يعني كيتساواو. واضح؟ دونك بي ا سي كتساوي بي دي سي. مفهوم؟ بترديد اثنان بي او بترديد بي. واضح؟ دونك في الاعداد العقاديه ما عيناش، دونك الا كان ا هو اللاحق ديالها هو زد ا، بي اللاحق ديالو هو زد بي، سي اللاحق ديالو هو زد سي، و دي اللاحق ديالو هو زد دي. مفهوم؟ دونك كيف ما قلنا بان الزاويتان متساويتان، دونك الا خدينا الزاويه ا بي او المتجه ا بي مع المتجه ا سي، هاي ا بي ا سي، الزاويه اللي كتخلقوها ليا توافق الزاويه اللي كتخلق كيخلقها المتجه دي بي مع المتجه دي سي. فهم؟ دي بي مع دي سي. واضح؟ بترديد بي. واضح الشباب؟ دونك الا كانوا زاويتان بون متساويين، يعني لارغيمون ديالهم تا هو كيتساوى. مفهوم؟ دونك هاد الزاويه هادي الا مكتوبه على شكل ارغيمون، كيف ما شفنا من قبل في الزوايا كنعرفوهم بان كناخد لارغيمون ديال هادي سيغ لارغيمون ديال هادي، يعني لارغيمون ديال زد سي موا زد ا، يعني لارغيمون ديال هاد المتجهة سيغ لارغيمون ديال المتجهة هادي زد بي موا زد ا. مفهوم؟ كيساوي لارغيمون ديال زد دي زد سي موا زد دي سيغ زد بي موا زد دي. واضح؟ بترديد بي. مفهوم؟ ما عليناش، باش نحاولوا نمونطرو ناخذ واحد الخلاصه على هذه النقاط المتداوره، غنحاولوا نلقاو واحد لا كونديسيون، نلقاو واحد بروبريتي باش نحاولوا نخدموا بها من بعد. فهم؟ الى ديت الجهه الاخرى تولي لارغيمون ديال زد سي موان زد ا سيغ زد بي موان زد ا. واضح؟ ناقص لارغيمون ديال زد سي موان زد دي سيغ زد بي موان زد دي. فهم؟ اش كيساوي؟ كيساوي زيرو بترديد بي. مفهوم؟ دونك ديت هاد لابارتي ديت هاد الجهة الأخرى، دونك عندي زد أ موان لارغيمون ديال بي، اسمحوا لي لارغيمون ديال أ موان لارغيمون ديال بي. شفنا في القاعدة هي دايرة بحال الشكل ديال الألين، هاد القاعدة ديما كنقولها وكنعاودها، يعني دايرة بحال الألين، لارغيمون ديال أ موان لارغيمون ديال بي، بحيث هاد أ و بي عددا يعني ماشي بالضرورة هاد النقط هادو، كيساوي هو لارغيمون ديال أ سيغ بي. واضح؟ دونك هاد تاني هي لارغيمون، سمحولي دابا انا راه كاين ليكيفالونس ياك، او بون هي لارغيمون ديال زد سي موان زد ا سيغ زد بي موان زد ا. واضح؟ على هاد على هادي يعني ا سيغ بي، دونك على هادي يعني يكفي ان نضرب في المقلوب. مفهوم؟ دونك هي جدا زد بي موان زد دي سيغ زد سي موان زد دي. مفهوم؟ اش غتساوي؟
هي زيرو. وكيف ما شفنا ان لارغيمون ديال واحد العدد عقدي او ديال واحد المتجهة او ديال واحد المهم كيساوي زيرو، فان هذا الشيء اللي لداخل خصو يكون كينتمي لار. واضح؟ يعني لارغيمون شنو كيعني به؟ هو الزاويه اللي كيخلقها هنا هذوك النقط، يعني هاد النقط هادو كيخلقوا لي الزاويه زيرو، مفهوم؟ يعني كيساوي زيرو، يعني ما عليناش دابا لارغيمون ديال واحد المتجهة كيساوي زيرو، يعني هادي هي الزاوية كيما قلنا دابا لاكس، الزاوية كتساوي زيرو، يعني كتنتمي لاكس ديال الغيال، مفهوم؟ كان كتساوي بي سيغ دو، يعني كدور كتولي كينتمي لاكس ديال ليماجينيغ، مفهوم؟ يعني ملي كيعطيني بي سيغ دو لارغيمون ديال شي حاجة كتعطيني بي سيغ دو، يعني الزاوية اللي كتخلقها هاديك الشيء اللي درنا ليه لارغيمون راه كيساوي، يعني راه كينتمي لا بارتي ايماجينيغ، دونك هنا كتنتمي لا بارتي غيال. دونك هاد الشيء اللي داخل يكافي ان زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا فوا زد بي موان زد دي سور زد سي موان زد دي خصو ينتمي لاش الار لا بارتي ريال. واضح الشباب؟ ما عندناش دابا هادي كقاعدة، واضح؟ دونك هادي قاعدة حاولوا عقلوا عليها الشباب. دونك باش نقولوا بان ا و بي و سي و دي نقاط متداورة خصني نبين ان هاد العلاقه هادي كتنتمي لاخ، و الا دونك كاين ليكيفالونس ياك، دونك كنقول بان ا بي سي دي نقط متداوره، فهم؟ دونك كاين ليكيفالونس، الا كان نقط متداوره يعني كيحقق لي ان هاد العجب هذا كينتمي لاخ، ولا العكس الا كان هاد العجب هذا كيحقق لي اخ، دونك فان ا بي سي دي نقط متداوره، مفهوم الشباب؟ دونك هذا الشيء اللي كاين من قبل شفنا في الاستقامية ديال النقط او التوازي ديال جوج ديال المتجهات، باش تحقق ليا خصو ينتمي لار، يعني لارغيمون ديال شي حاجة خصها تساوي ليا زيرو، دونك داك الشيء اللي داخل او بون المتجهات اللي كيحققوا ليا، دونك فان انهم كينتميو لار. واضح؟ دونك كشرط، يعني الا كان هذا العجب هذا فان ا بي و سي و دي نقط متداورة، او ا بي سي دي نقط مستقيمية، مفهوم؟ نقط مستقيمية، دونك هذه حالة خاصة، مفهوم؟ يعني إذا تحقق لي هذا الشرط هذا، يعني دونك ا بي و سي دي نقط مستقيمية أو نقط متداورة، مفهوم الشباب؟ ما عليناش، كيف ما كنعرفوا بأن الاستقامية ديال النقط أو التوازي هو حالة خاصة من الاستقامية، حيتاش أصلا غير خرجناها منها، يعني ملي كنبغي نقلب الزاوية اللي كيخلقها ليا جوج ديال المتجهات كندير لا كونفوندي، يعني كندير لا بروجيكسيون باش نلقى الزاوية اللي كيخلقها ليا دوك جوج المتجهات، كنلقاهم بأنهم كونفوندي، يعني كيوليو كينتميو دوك النقط كاملين كينتميو لنفس المستقيم أو نفس الحامل، يعني كيوليو نقط مستقيمية. واضح؟ دونك هذا الشيء اللي كاين الشباب في النقط المتداوره. ما عيناش، نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، اي حاجه ما واضحه يمكن لكم تخليوها في التعليق، وهذا الشيء اللي كاين، وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.